اهلا وسهلا ومرحبا متابعينا جريده صافي جود. في هذه اللحظات نتواجدوا بساحه جمع الفناء بمدينه مراكش لنقل يعني الاجواء ديال قبل المباراه المنتخب الوطني والمنتخب الفرنسي. الان متابعينا الكرام غادي نحاولوا ناخذوا بعض يعني الارتسامات ديال يعني المواطنين. السلام عليكم. بالنسبه يعني شنو يعني كيفاش يعني تستقبل يعني مباراة ديال العشية إن شاء الله اللي هي مباراة ما بين المنتخب الوطني والمنتخب يعني الفرنسي؟ حنا على المباشر. والله المغرب إن شاء الله نتمناو نقدموا أداء جيد. حنا فخورين بيهم توصلوا النصف أول مرة في تاريخ المنتخب المغربي يوصل النصف. شكرا السي بوتادلا. معنا الاخ السي بوتادلا، يعني الابتسامات ديالك على الماتش ديال اليوم. السلام عليكم، معكم الاخ كمال بوتادلا من مدينه مراكش من قلب ساحه جامع الفناء. كنحيي المنتخب المغربي والجماهير قطر، كنحييهم بحراره وكنمسيو لهم محر ثاني ديالنا من المغرب الى قطر الشقيقه، وكنتمناو لهم ان شاء الله بهذه المناسبه ان شاء الله ينتصروا على المنتخب الفرنسي ويفرحوا الشعب المغربي من طنجه للكويره والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، ويفرحوا سيدنا الله ينصروا حتى هو ونخرجوا الاحتفال له كما العاده، لان توعدنا على هذا الاحتفال وكنتمنى ان شاء الله يكون احتفال هذه العشيه ان شاء الله. كنتمنى هاد الاخوان وهاد اللي كيخرجوا يحتفلوا يحتفلوا بواحد الهدوء ان شاء الله، ويفرحوا وينصتوا ويغنيوا ويديروا ويرقصوا، ولكن ديال الناس ويخليوا ديال الناس بعيده، ما يكسروش السيارات، ما يديوش الناس لي بورطاب ديالهم اللي كيصوروا بهم. هذه كنتمنى للشعب المغربي باش يدير هذه البادره الطيبه ويوعي دوك الناس اللي كيديو للناس ديالهم. يعني هادو دراري يعني طايشين، دراري ما عندهمش العقل يعني اللي تيديروا الحمو. الله يهديهم، كنتمنى الله يهديهم. بالنسبه للمنتخب المغربي راه حنا قلوبنا معاك، والجماهير المغربيه كامله ان شاء الله راه قلوبهم مع المنتخب المغربي اليوم، وكنتمناو ان شاء الله يفرحونا، وكنهنيو كاع الطاقم التقني ديال المنتخب والمدرب وليد الركلاكي حتى هو كنحيوه بحراره، وكنعطيو له حرك ثاني ديالنا بهاد النتائج اللي كيفرح بها الشعب المغربي. وان شاء الله ديروا في ماروكو، في ماروكو ديروا في ماروكو ليبر فوتبول. يعني هادو يعني مشجعين ديال المنتخب الفرنسي. بالنسبه يعني للاخوان محمد وعلى ال سيدنا محمد وكما صلى على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. الحمد لله المنتخب ديالنا دار واحد الانجاز كبير بزاف اللي ما قدرش شي منتخب افريقي ولا منتخب عربي وصلي. ان شاء الله المغرب ان شاء الله غادي في الفينال، وشوف ما غاديش يخلعونا فرنسا كما ما خلعت السبليون ودوزنا البرتغال ودوزنا بلجيكا، ما غاديش تخلعنا فرنسا ان شاء الله. Le lion est mort ce soir. La 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 la
كاك إيمار سوا لي كاك إيمار سوا لي كاك إيمار سوا ميرسي. هذه هي الاجواء متتبعينا الكرام، كي شفتوا يعني هذه الاجواء اللي تعيشها ساحه جامع الفنا، يعني واحد اجواء حماسيه ما بين الجمهور اللي تيشجع المنتخب الوطني والجمهور ديال المنتخب الفرنسي. الحمد لله هذه هي الرياضه، يعني كلشي فرحان كلشي ناشط كلها تيشجع يعني الجمهور المنتخب اللي ديالو ديال البلد ديالو. غادي نحاولوا متتبعينا الكرام بقاو معنا متتبعينا الكرام، غادي نحاولوا باش ندخلوا يعني لساحه جامع الفنا من اجل يعني باش نحطوا متتبعينا الكرام يعني في الاجواء ديال ساحه جامع الفنا. كي تشوفوا يعني ديما مغرب الشعارات وديما مغرب. الحمد لله تنتمنوا يعني يوفق الله المنتخب الوطني ديالنا بجوج زيرو ان شاء الله ديما مغرب. تدير الوليدات وداك الشيء ال يعني المتتبعين الكرام، يعني الاعلام الوطنيه و يعني التونيات الكؤوس كاس العالم يعني حتى هما في هذه اللحظات. كلشي تيتواجد في هذه اللحظات. شحال من كاس جبتي؟ حنا بغينا نجيبو واحد. جبتي انت بزاف الكيسان، بغينا نجيبو يا كاس واحد انت حتى جبتي لنا بزاف الكيسان. قلنا اليوم كيفاش ان شاء الله عدد بالنسبه لك انت يعني كمتتبع يعني المنتخب الوطني، اش غادي يقدر ان شاء الله يخرج اليوم في الماتش تاع اليوم؟ متتبعينا الكرام، كي شفتوا يعني الاعلام الوطنيه بشتى انواعها، يعني كلشي نشاط كلشي فرحان ديما مغرب ان شاء الله ديما مغرب. غادي نحاولوا متتبعينا الكرام باش ناخذوا بعض الابتسامات والاجواء اللي تتعيشها ساحه جامع الفنا. السلام عليكم الاخ، كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ امور مزيان. الناس كي شفتوا يعني يعني الاقمصه الوطنيه على شتى ديال، قول لي اخويا بالنسبه يعني انتم يعني جايبين بزاف ديال الرايات وبزاف ديال هكا، كاين زعما اقبال؟ كاين اقبال على على المهم الامور مزيان كلشي هو هذاك. شكرا جزيلا.
هذه هي الاجواء متتبعينا الكرام. بارك الله فيك. استعدادات يعني جاريه من قبل المجلس الجماعي من اجل يعني توفير واحد المكان يعني من اجل يعني الشاشه الكبيره اللي دارت هنا في جامعتنا من اجل يعني الجو. كلشي تعرف الجو انه هو يقدر يكون جو يعني ممطر. يعني هذه هي الاستعدادات. السلام عليكم. ورحمه الله. جيتي بكري اليوم؟ مع الصباح. مع الصباح والاعلام الوطنيه في المستاج وهاد الحياة. ما عندي ما نتسالك على كل روح وطنيه. تقدر تقول لنا اليوم يعني كيفاش يعني الارتسامات ديالك اليوم على الماتش اليوم ديال 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 المنتخب الوطني والمنتخب يعني الفرنسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه احنا ما كناش متوقعين صراحه نوصلوا لهذه الانتصارات اللي وصلوا المنتخب المغربي. ولكن منذ تقريبا من نهار كنا ديما كنا في النكاسات. هادشي علاش كان صراحه كنستحقوا كنفتخروا بالمجهودات ديال الاولاد اللي داروا وديال الوالد الركراكي تبارك الله عليه. الرجل المناسب في المكان المناسب. نتمنى ان شاء الله ناخذ الدرس من هذا المدرب ومن هذا الراجل. صراحه اللي وصل المنتخب لواحد الاشياء الكبيره. وصل ان شاء الله الفريق ووصل الوليدات لشي حاجه صراحه اللي كنا حنا كنستحقوها كشعب. صراحه انا شخصيا خديت واحد التجربه وخديت واحد العبره كبيره من هذا المدرب. ان الغلط ديال هذه البلاد ديالنا عموما فيها فقط لازم تغيير شيء هو الرجل المناسب في المكان المناسب ان شاء الله. ويكونوا بزاف ديال الركراكيون المكان المناسب. وما كاينش شي مدرب ولا شي مسؤول غادي ياخذ على العاتق ديالو مسؤوليه ماشي بحال ولد البلاد. طبعا هذا الشيء علاش اليوم لازم ناخذوا هذه العبره من هذا المدرب اللي هو ولد البلاد في حق البلاد والدم ديالو كتجري فيها. يعني الدماء ديال الوطن ديالنا كل شخص. حنا ما محتاجينش شي واحد اللي اجنبي ولا شي واحد خارج البلاد اللي يكون تكلف من اي جهه من 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 الجوانب ديال البلاد ديالنا سواء في الاقتصاد سواء في الرياده سواء في الفلاحه. جميع الجوانب بغينا ولاد البلاد اللي يكونوا عندهم ديك الروح وعندهم ديك الرغبه وعندهم ذاك الطموح وعندهم ذاك الشغف من اجل اننا ينوصلوا مزيان. اليوم الشباب هنا موجودين تبارك الله في الممشى كتلقاهم. فقط لازم نعطيو الثقه لولاد البلاد ونفتخروا بولاد بلادنا. ان شاء الله صراحه كيف ما ضربنا فرق كبيره في دور المجموعات سواء كرواتيا حنا كنعرفوها بالصيد ديالها وبالقوه ديالها والنجوم ديالها وزنا بلجيكا اللي صراحه القوه ديال المنتخب اختفت والنجوم ديالها. كذلك زنا كندا ومن بعدها زنا يعني فرق كبيره يعني ممتي يعني الفروق اللي هي مكلاسيا يعني البروميان والدوزيام والتروزيام عالميا على مستوى يعني كاس العالم. صحيح. يعني ماشي سهل باش ماشي سهل انايا نقلبوا كرواتيا ولا بلجيكا ولا حتى كندا اللي تاهلت على رؤوس المجموعه في امريكا الشرقيه الشماليه. هادشي علاش لازمنا يعني نفهموا ان المنتخب بالروح ديالو بالقوه ديالو بالدم اللي كيجرى في العروق ديالو خلاه يوصل لهاد القمه اليوم اللي كنشوفوها اليوم. وكذلك ملي دازت لاسبانيا، اسبانيا حنا كنعرفوها منذ الزمن ان عندهم هاد ستيل دو في، هاد ستيل هذا اللي كتلعب به اسبانيا كان صعيب على جميع المنتخبات وكانوا كيضربوا لها الف سام. هذه مدرسة من المدارس الكبرى على مستوى العالمي على كرة القدم. صحيح. سواء من ناحية المنتخب سواء من ناحية الأندية. واحد الحاجة اللي نقدروا نناقشوها اليوم هو المنتخب الوطني اليوم
يعني حيا شي حويجات اللي في العقيده، حوايج شي حويجات يعني واحد التكافل، واحد يعني ما بين الدول العربيه المسلمين بعضياتهم. على يعني المنتخب الوطني اليوم مطالب ما بقاش يمثل على تمثل الدوله يعني المغربيه، ولا تمثل الدوله يعني افريقيه كامله، قاره افريقيه، ولا الدول يعني العربيه كاملين، ولا يعني ولا العالم تيهضر على 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 المغرب وعلى انجاز اللي خدا. وما نشوش واحد الحاجه اللي هي الاكاديميه ديال صاحب الجلاله محمد السادس، اللي هي عطات واحد 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 النفس جديد للكره الوطنيه. صحيح. من البدايه ديال تقريبا من الاقصائيات او من البدايه ديال الافتتاح ديال مونديال قطر، لقينا واحد اللمسه وضعها اول حاجه يعني رئيس الجامعه، لانه تقوى الشخص اللي هو ولد البلاد، تقوى الدركراكي، لانه كان انسان ولا كان واحد الشاب اللي كانوا الناس كيعتبروه عادي. جا غير العقليه ديال اللاعبين، جا خدم بواحد الامور حنا هي في العقيده ديالنا ديال النيه، ديال البساطه، ديال تكوين فريق، ديال نخدموا كلنا، كنثقفوا بعضياتنا كامله. اللي كتجي تشوف مثلا زياش كيثق مثلا الدفاع كيثق في الهجوم، الهجوم كيثق مثلا في الكوب، حنا كنشوف كلنا ديك القوه. هادشي علاش اليوم حتى العرب اللي شافوا هاد القوه، العرب اللي شافوا هاد القوه وشافوا ان هاد المنتخب فيه التلاقي باللاعبين، كلشي ولا كيشجعنا تلقائيا. كنشوفها من الدول الشرقيه، دول الخليج، الى دول الشرق الاوسط، ومشات لافريقيا، ومشات لامريكا الشرقيه، كلشي كيشجعنا. واليوم رجع هذاك الشيء اللي ما كانش الدين الاسلامي، بفضل المنتخب وبفضل وليد الركراكي وبفضل هذه المجموعه صراحه اللي عطاتنا اليوم الثقه، وخلاتنا ان اليوم نفهموا ونعرفوا ان كاين عندنا حنايا الثمار في المغرب هنايا، الاكاديميه ديال محمد السادس، الشباب ديال الشعب، لدرجه انه جا شخص عطاه واحد النتائج كبيره، عطاه واحد النتائج قويه. هذا الشيء علاش رساله من اليوم نفهموا ونعرفوا ان هذه الاكاديميه ديال محمد السادس يعني هي واحد المدرسه قويه محتاجه جميع الافراد ديال المغرب او المغاربه، باش اليوم يكونوا لاعبين كبار، وما نبقاوش نديروا ذاك النبد، ونبقاو نخدموا ديك العقليه ديال باك صاحبي، وهذيك الامور راه ما خداماش. هادشي علاش كلشي لازم الثقه، هادشي علاش لازم كلشي فرصه حقيقيه ومتساويه، باش نبينوا شي حاجه، باش نطوروا هاد البلاد ديالنا، باش نزيدوا. لان صراحه عندنا صراحه كفاءات، وعندنا اشياء زوينه، حتى الدين الاسلامي ديالنا فيه كلشي، غير نخدموا به، وغادي نتلاحموا سواء الرياضه، سواء بيناتنا كشعوب، سواء حتى باحياء التراث المغربي والتراث الاسلامي والعقيده من العرب، ونشوف هذاك الغل وذاك الحسد، ونشكلوا واحد الصله التواصل بين الشعوب. وهذا ميساج يعني نقدروا نقولوا حتى لجميع الجامعات يعني الرياضيه على المستوى الوطني، باش تاخذ هذا درس يعني مهم، باش يحاولوا يديروا استراتيجيات جداد، باش يخدموا يعني مع 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 يعني التطوير ديال الرياضه. الحمد لله المغاربه راه فين ما مشاو الحمد لله مشرفين البلاد ديالهم في جميع القطاعات، جميع الرياضات. يعني خصني شي شويه ديال الدعم، وشويه نبدلوا يعني ديك العقليه ديالنا، ديال العقليه ديال حنا راه في افريقيا ولا حنا في هذا. يعني راه حتى حاجه، هذا درس يعني حتى حاجه ماشي مستحيله، وكل شيء ممكن يعني باراده ممكن هذا الشيء يتحقق. متابعينا الكرام، يعني هذه التصريحات ديال المشجعين المنتخب الوطني. كاين شي تدخل؟ غير واحد الاضافه ان شاء الله، غير واحد الاضافه فقط. كاين بزاف ديال ولاد الشعب اللي كيلعبوا الكره من الصغر ديالهم، عندهم 10 سنين او عنده 12 عام او عنده 14 عام، انه ما عندوش الماده، ما عندوش باك صاحبي، ما عندوش هاد الامور كتبقى الموهبه ديالو. هادشي علاش واحد الرساله قويه للجامعه، اولا انهم يخدموا مع جميع النوادي ديالهم، ويعرفوا ويفهموا ان الموهبه ما كتجيش بالفلوس، ولكن كتجي بالقلب، وكتجي بالروح، وكتجي بالوطنيه. اليوم انا شخصيا كنود الاخ والاخت ديالي عنده لمسه واعره، عنده رجل يسرى واعره بزاف. انا كنشوف كنقول له انت ماشي عادي في الكره. هذا الشخص هذا بحكم قله الماده ديالو مخفيه ليه الموهبه،
بزاف ديال الناس ماشي غير هو. هادشي علاش نتمنى ان شاء الله نراجعوا انفسنا سواء في الرياده سواء في الاقتصاد سواء في ديك الحكومه حتى هي تغير لنا ديك الاستراتيجيه وتفهم ان كل شيء بسيط ان كل شيء سهل واننا كلنا قادرين نعيشوا بواحد الحلم سواء في الجانب الاقتصادي سواء في الجانب الريادي سواء من جميع الجوانب ونعيشوا كلحمه شيء كبيره ونفهموا ان اليوم هذه البلاد هذه راه خالقه شباب اكفاء واحد الشباب اللي كيغيروا على الوطن ديالهم شباب اللي ما مستعدينش انهم ياخذوا فلوس كثيره باش يخدموا الوطن ديالهم شباب اللي قادرين انهم يديروا اي حاجه من اجل انهم يزيدوا القدام محتاجين غير الثقه غير الدعم ومحتاجين انهم تعطيهم واحد القيمه باش يديروا لنا واحد لافالو في المجتمع ديالنا نكونوا متاكدين ان شاء الله الا خدينا العبره من داكشي اللي دار والد الركراكي والاكيب كامله من داكشي اللي دار رئيس الجامعه ومن داكشي اللي كيدير الجماهير دابا شوف الجمهور دابا رغم الغلاء ديال الاسعار رغم هذا العجب كامل خارج كتصيبوا الظروف السراء الضراء وراء المغرب وراء المنتخب كتصيب الشعوب الفلسطينيه الفرد والدول اللي عندها الحروب وكذا وراء المغرب هادشي علاش لازم نفهموا ونكسروا هذيك الحدود العقليه اللي حنا اللي عارفينها اللي شكون اللي كياخذ الدقه هو داك الشعب ولا داك المواطن البسيط ولا داك المواطن اللي هو مستعد يدير اي حاجه باش يشوف البلاد ديالو ويشوف المنتخب ويشوف هذا الرايه كترفرف عاليا ويشوف الاولاد ديال بلادو انهم هما اللي خلقوا الانجاز. حنا ما محتاجينش شي واحد يجينا من برا باش يخدمنا، حنا محتاجين نثقوا في انفسنا ونثقوا في بعضياتنا ونثقوا في ولاد الشعب ونثقوا داك الشخص اللي ما عندوش هو اللي ان شاء الله غادي يوصلنا للامام. وشكرا وان شاء الله المغرب غادي ان شاء الله لا فينال ان شاء الله. شكرا جزيلا الاخ، يعني كانوا يعني كلمات معبره اللي تشرح يعني الصدر. الان متتبعينا الكرام يعني هذه الاجواء ديال الناس تاع مراكش، كلشي ناشط كلشي تيشجع المنتخب الوطني كلشي تيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. كاين شي اضافه؟ كاين شي اضافه؟ ان شاء الله نربحوا فرنسا بجوج زيرو ويا ربي تسهل على كل مسلم وعلى كل مغربي وبروح رياضيه عاش محمد السادس. شكرا جزيلا. خذ اخويا ان شاء الله غادي نفوزوا 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي يفوز بهذه المباراه وصل المباراة النهائية أول مرة في التاريخ، أول فريق عربي وإفريقي غادي يوصل النهائي وإن شاء الله ديما كوكب إن شاء الله يفوزوا بالكأس، لماذا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كاع الفرق يعني الوطنية لا الكوكب ولا جميع الفرق الوطنية يعني الجامعة خاصها حتى هي دير واحد النظرة لهاد الفرق يعني اللي فرق اللي عندهم يعني تاريخ بحال المنتخب بحال الفريق يعني كوكب المراكشي اللي عنده تاريخ كبير وعنده يعني القاب يعني خصو ان شاء الله شي 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 دفيعه ان شاء الله ولا كاع الفرق الوطنيه حنا تشجيع يعني لنا ويعني الحمد لله يعني هذا الانجاز اللي دار المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يعطي واحد الدفعه جديده للرياضه على مستوى الوطني. شكرا جزيلا متابعينا الكرام على صيغ يعني المتابعه يعني هذه هي الاجواء ان شاء الله كنطلبوا يعني الله عز وجل يسر للمنتخب الوطني ان شاء الله باش يفوز على المنتخب الفرنسي باذن الله وندوز ان شاء الله للفينال. دوز اعطي للاخ بي اعطي شي اضافه. اليوم غادي نتفرجوا ان شاء الله خويا غوت غوت سي 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 واتي ما بغيت واتي ما بغيت شكرا شكرا. كنتمناو تربح المغرب كنتمناو كاع الناس المغاربه يشجعوها ويوقفوا معاها ويخدموا بنيتهم ويجيبوا كوكب ديما المغرب.